دكتور محمد سليم العوا قال انه هيعلن عن برنامجه الانتخابي يوم الاثنين اللي جاي، واللي هيوافق يوم 1 مايو، وهيكون ده اول يوم للدعايه الانتخابيه الفعليه للمرشحين في مؤتمر جماهيري هيعقده في القلعه. بنقول فعلا يعني دعايه الانتخابيه الفعليه، لانه على مدار طبعا الشهور اللي فاتت الواقع ان كان في دعايه من بوسترات ومن مؤتمرات وجولات، كل ده طبعا كان داخل في نطاق الدعاية، لكن الدعاية الفعلية أو الرسمية المفترض أنها تبتدي يوم 1 مايو.